السلام عليكم. المخابرات الأمريكية كشفت بأنها تمكنت من اختراق خطط جماعة فاغنر قبل زحف جماعة فاغنر باتجاه موسكو من أجل السيطرة عليها، وطبعا هذا الأمر هم كشفوه يوم أمس، وعلى الواشنطن بوست الأمريكية من عدد من المسؤولين في الاستخبارات الأمريكية طبعا بكل تأكيد، ونشروا التفاصيل مباشرة بعد انتهاء هذا التمرد. وكانوا قد كشفوا بأن المخابرات الأمريكية علمت بخطة يفغيني بريغوجين قائد قوات فاغنر ومؤسس هذه المجموعة أساسا، بأنه بدأ بعملية التحشيد باتجاه موسكو، بدأ يهيئ قواته، بدأ يهيئ سيناريو هذا التوجه إلى العاصمة الروسية المهمة للغاية منذ منتصف شهر يونيو. وطبعا هذا الأمر جعل المخابرات الأمريكية بسرعة أن تتصل وأن توصل هذه المعلومة إلى البيت الأبيض، إلى الكونغرس الأمريكي، وبدأوا بعملية مناقشات سرية. ما الذي سيحدث وما الذي سنفعله كأمريكيين إن تمت السيطرة على موسكو، وخاصة بأن معلوماتهم مبنية بأن بريغوجين يهدف إلى تغيير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوصول إلى رأس السلطة من خلال هذا التحرك مباشرة إلى العاصمة الروسية. وطبعا هم قالوا بأن كان هنالك قلق كبير بشأن ما قد سيحدث، وطبعا واضح جدا بأن الكلام هنا إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبقى في السلطة أم لا، سؤال كبير بدأوا يطرحونه. لماذا؟ لسبب مهم للغاية، الكلام هنا من سيسيطر وكيف سيكون وضع الترسانة النووية الروسية الهائلة، من الذي سيسيطر عليها؟ هل سيكون بوتين أم شخص آخر مثل يفغيني بريغوجين؟ وهل يفغيني بريغوجين شخص ممكن أن نتفاوض معه؟ هل ستكون روسيا قوية معه؟ هل ستكون ضعيفة؟ ما الذي سيحدث؟ هل كييف ستكون في خطر؟ وبالتالي أسئلة كبيرة بدأت تسألها الاستخبارات الأمريكية على عدد من المستويات ونقاشات كبيرة، ولكنهم لم يكونوا يعلموا تماما وبالضبط متى سيقوم يفغيني بريغوجين بهذه العملية التي شهدناها يوم أمس بشكل كبير في الداخل الروسي. ولكنهم كانوا يعلمون بأن بوتين أصبح على علم تام بأن هذا الرجل يخطط لعملية التقدم إلى موسكو تقريبا بحسب ما ذكرت في الواشنطن بوست ب 24 ساعة أو أكثر من 24 ساعة. بوتين يعلم بأن هنالك شيء قادم، ولكن المخابرات الأمريكية تفاجأت من أن بوتين كان عاجزا من مواجهة قوات فاغنر عندما كانت تتقدم تجاه العاصمة الروسية موسكو. وطبعا ما حدث يوم أمس لم يكن عاديا، وفعلا الحسابات الاستخبارات الأمريكية هنا تأتي قريبة لحقيقة ما جرى على واقع الأرض. فيفغيني بريغوجين في حقيقة الأمر كان على خلاف كبير للغاية مع وزارة الدفاع الروسية، وتحديدا وبشكل خاص مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وكذلك مع رئيس أركان الجيش الروسي غراسيموف، خلاف كبير للغاية. وطبعا هذا الخلاف هو بدأ بعدما قامت وانتصرت قوات فاغنر في باخموت وسيطرت عليها، أمر لم تتمكن القوات الروسية من فعل شيء تجاهه، حتى السبيتناز القوات الخاصة الروسية لم تنجح في السيطرة على باخموت. عندما قاموا بالإمساك بهذا الملف انتصروا في هذه المعركة وانتهت، وطبعا انسحبوا إلى مواقع إلى الخطوط الخلفية للقوات طبعا الروسية، وهم تواجدوا في أغلب معسكراتهم في الداخل الروسي تحديدا بعد انتهاء هذه المعركة. وكانت هنالك خلافات كما تحدثنا بين يفغيني بريغوجين وبين وزارة الدفاع الروسية، فهو دائما ما يتهمهم بأن وزارة الدفاع الروسية لا تعطي الذخيرة لهم أثناء معارك باخموت، أمر مقصود، الذخيرة تسرق، هم يتقصدون بمقتل عناصر طبعا فاغنر وغيرها، وبالتالي لديه تهم وعتب كبير للغاية على وزير الدفاع الروسي. حتى جاء تاريخ 10 يونيو عندما قام وزير الدفاع الروسي ببساطة بالإعلان بأنه يجب أن تكون واتخذ قرارا بأن من الأول من الشهر القادم كل الجماعات التي تعمل خارج إطار الجيش الروسي ووزارة الدفاع الروسية يجب أن تتعاقد مع وزارة الدفاع الروسية، ويجب أن تنتهي مسألة أن تكون هنالك جماعات تعمل كما تريد. وبالتالي هذا يشمل طبعا قوات فاغنر بشكل مباشر بأنها يجب أن تتعاقد مع وزارة الدفاع الروسية، أمر انتقده طبعا يفغيني بريغوجين، انزعج تماما من هذه القضية وبدأ ينتقد علانية. ولكنه في نفس الوقت، ولاحظ هنا 10 يونيو بعدها، بدأ يحشد وبدأ يهيئ لعملياته، وكذلك لاحظ بأن السجناء حتى الذين كانوا ينضمون
إلى يفجيني وإلى قوات فاغنر أساسا للقتال مع فاغنر من أجل أن يتحصلوا على العفو وأن يدافعوا عن روسيا في معركة أوكرانيا. المشكلة الحقيقية حتى هؤلاء السجناء وزارة الدفاع الروسية بدأت توقع عقود معهم لكي يصبحوا مع الجيش الروسي بدلا من قوات فاغنر، وبالتالي بدأ يشعر بأن هنالك إجحافا تجاهه وأن القوات الشيشانية هي التي تحصلت على العقد وعلى الاهتمام. واختفى الرجل رغم الإنجاز الكبير الذي حققه في باخمود. وطبعا في نهاية المطاف جاءت فجأة ضربة كبيرة، كما تحدث يفجيني بريغوجين، على إحدى المعسكرات الخاصة بقوات فاغنر، وهو الذي فجر الوضع تماما وجعل يفجيني بريغوجين أن يقول بأنني سأعدم وزير الدفاع الروسي في موسكو. وعلى هذا الأساس فجأة لم يتجه مباشرة إلى موسكو، بل إنه اتجه إلى روستوف والسيطرة عليها على مقر القيادة الجنوبية للجيش طبعا الروسي، وعلى إحدى المطارات الرئيسية الموجودة في تلك المنطقة، والتي طبعا تعطي إمدادا مهما لوجستيا للقوات الروسية طبعا الموجودة في الساحة الأوكرانية ضد الجيش الأوكراني. وفي لحظات صعبة للغاية الجيش الأوكراني يقود هجوما مضادا. وقد يتساءل البعض لماذا اتجه إلى روستوف إلى الجنوب، لماذا لم يتجه مباشرة إلى العاصمة الروسية موسكو هنا، لماذا لم يفعل هذا التحرك؟ هو في حقيقة الأمر بسبب أن في تلك الليلة في 23 و24 من يونيو كان غراسيموف رئيس أركان الجيش الروسي موجودا هناك، وبالتالي عندما ذهبوا لم يجدوه. وقال يفجيني بريغوجين بأن غراسيموف هرب منا، وبعد ذلك بدأ وأعطى الأوامر للتقدم عبر طريق الأنفور. هنالك طريق أنفور طبعا يأتي من روستوف مباشرة إلى العاصمة الروسية موسكو، وطبعا المسافة تأتي عبارة عن 1074 كيلومترا. وقوات فاغنر بدأت بالتقدم بشكل سريع ومفاجئ إلى هذه المنطقة، وهي فارونيش التي ترونها، وأيضا تقدم إلى باريسا غليبيسك التي ترونها هنا وسيطر عليها. وهنا جاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأخيرا يظهر أمام الجميع. طبعا الكل كان ينتظره، وزارة الدفاع الروسية، فاغنر وبريغوجين ينتظر موقف الرئيس الروسي، والمفاجأة كانت من الرئيس الروسي أن يظهر غاضبا منزعجا، اعتبر كل ما جرى هو عبارة عن خيانة وطعنة في الظهر. وطبعا فجأة وبعد ذلك على قنوات التليجرام التابعة والخاصة طبعا لقوات فاغنر قالوا بأن بوتين أخذ الطريق الخطأ وذهب مع الجانب الخطأ والمخطئ، وبالتالي نحن بحاجة إلى رئيس جديد. وهنا دخلنا في نقطة مختلفة تماما بصراع مع السلطة، وقوات فاغنر هنا بدأت تتقدم، وتقدمت طبعا من روستوف كما تحدثنا إلى المناطق التي سيطروا عليها هنا، وبدأوا يتقدمون مباشرة إلى هذه المنطقة وهي لبيتسكا، وقاموا بالسيطرة عليها هنا. وبعد ذلك تقدموا مرة أخرى إلى تولا، وتقدموا مرة أخرى إلى كولومنا هنا بهذا الاتجاه. أصبحوا على مسافة قريبة للغاية من موسكو بهذا الشكل الذي ترونه، على مسافة 200 كيلومتر، قطعوا 800 كيلومتر خلال 18 ساعة تقريبا من دون أي مواجهة ومن دون جرح أي عنصر من قوات فاغنر نهائيا، بل إن كل من قاتلوا من الجيش الروسي رغم كل الأوامر القادمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل مواجهتهم من خلال الخطاب طبعا الذي طرحه، كانت هنالك عدد من المروحيات وطائرة واحدة هي التي هاجمت قوات فاغنر وأسقطتها قوات فاغنر، وقتلوا 15 عنصرا من القوات الروسية، وقوات الروسية لم تقاتل قوات فاغنر، وأصبحوا قريبين للغاية. وفجأة موسكو أصبحت أمام موقف لا يتخيله أحد أبدا بأنها ستسقط بيد قوات فاغنر التي يأتي عددها تقريبا 50,000 عنصرا، بعض التقارير تتحدث 35,000 عنصرا. بغض النظر هم تقدموا ووصلوا إلى هذه النقطة، والخطر الكبير الذي وقعت به طبعا القوات الروسية هنا بأن التقارير الأوكرانية تحدثت بأن الجيش الروسي أساساً 90% منه، على عكس ما سمعناه في هذه العملية العسكرية طبعا منذ بدئها العام الماضي، 90% منهم هم مشتركين في الداخل الأوكراني. وكذلك أن في 27 من أبريل شهدنا بعض التقارير الصادرة من CNN الأمريكية معهد دراسات الحرب، تحدثوا أن هنالك زيادة كبيرة جدا وإقحام لعدد كبير جدا للقوات الروسية في الداخل الأوكراني، وبالتالي ليس هنالك عدد كافي من القوات الروسية لمواجهة فاغنر بمثل هذه المواجهة، بحرب شوارع، بتحرك على طريق الأنفور بسرعة إلى موسكو. وطبعا أصبح في موقف حقيقي هنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أصبح على بعد ساعات فقط
من انهيار روسيا وسقوطه وتغير الموقف بأكمله. وبالتالي هنا طبعا روسيا اتخذت إجراءات سريعة، بدأت بخلق الحواجز في العاصمة الروسية موسكو، بدأوا بعمليات قصف على الجسور التي موجودة هنا في فارونيش وكذلك بالقرب من هذه المناطق من أجل قطع وإبطاء التقدم وتقدم قوات فاغنر. كذلك قاموا بمحاولة وأغلقوا في حقيقة الأمر طريق أنفور الرئيسي قدر الإمكان من أجل خلق ازدحامات كبيرة من المواطنين المتجهين باتجاه موسكو أو إلى خارج موسكو، وذلك من أجل جعل الأمور معقدة على فاغنر ولا يتقدمون طبعا بالسرعة الكبيرة المطلوبة. أيضا قطعوا الجسور، غيروا وضع الجسور قدر الإمكان لحماية العاصمة الروسية موسكو من شدة صعوبة الموقف، بأنه اعتمد على الحرس الوطني وبعض القوات الأمنية الموجودة هناك، وأيضا اعتمد على الشيشانيين بالدرجة الأساس. فهنالك فرقة كبيرة من القوات الشيشانية اتجهت إلى موسكو، اتجهت إلى كولومونا، واتجهت أيضا إلى روستوف من أجل السيطرة على مقر القيادة الجنوبية وضرب بالخطوط الخلفية لفاغنر عند بدء عملية الاشتباك. وطبعا رمضان قادروف كان هو الوحيد الحاضر بقوة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنقاذه من هذا الموقف، وبالتالي الموقف كان ببساطة بهذا الشكل بهذه الصعوبة الخطيرة للغاية التي نتحدث عنها. وطبعا العاصمة موسكو كانت هنالك صور قادمة من داخل موسكو لطبيعة السواتر، كما تلاحظون هنا كيف هم يهيئون السواتر بهذا الشكل ويحضرون إلى معركة موسكو القادمة، وهي تشبه تماما التحضيرات العراقية عندما بدأت القوات الأمريكية بالوصول إلى العاصمة العراقية بغداد طبعا في عام 2003. بشكل غريب الآن نتحدث عن موسكو، لا أحد يصدق هذا الأمر، ولكن هذه هي كانت حقيقة موسكو واستعدادها إلى الزحف السريع الذي يأتي من قوات فاغنر التي طبعا لم تواجه أي مقاومة نهائيا. وهذا هو طبعا عناصر الحرس الوطني وهم يستعدون لهذه المعركة مع اقتراب فاغنر. الجسور غيرت طبعا جسور متقدمة للغاية، تحاول طبعا قطع الطرق قدر الإمكان لإعاقة وإبطاء تقدم قوات فاغنر. وأيضا في نفس الوقت هذه لقطات من ضربة الجسر التي تحدثنا عنها وضربات على إحدى الجسور وهو جسر فارونيش من أجل أيضا قطع الطرق على قوات فاغنر كما تلاحظون. وأيضا في نفس الوقت كانت هنالك طريق الأنفور قد قطع بهذا الشكل، لاحظ طريق الأنفور الذي يتجه إلى موسكو قطع بالكامل من قبل الروس من أجل طبعا إيقاف التقدم الذي نتحدث عنه وتحقيق الازدحامات الكبيرة. الزحام الكبير هنا، لاحظ الازدحامات للسيارات المدنية، وبالتالي هي نوعا ما طرق إعاقة ذكية للغاية من قبل الروس من أجل إيقاف هذا التقدم. وهذه لقطات من القوات الشيشانية وهي تقترب من روستوف، حشدت بشكل كبير، هذه هي الباصات الزرقاء للقوات الشيشانية، وهي أيضا كانت موجودة في موسكو تستعد لحرب الشوارع ضد قوات فاغنر، القوات المتمرسة للغاية والتي شاركت في العديد من المعارك في أفريقيا في ليبيا في سوريا، لديها تجارب هائلة جدا، هذه ليست قوات عادية للغاية. وطبعا هذا ما استدعى بسرعة ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي أن يتدخل، يتصل ببوتين، يتصل بيفغيني بريغوجين وهو مقرب من يفغيني بريغوجين، وبريغوجين يثق به كثيرا، وبدأ بعملية وساطة سريعة. وطبعا الموقف كان صعبا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى درجة أنه بمجرد ما تم تحقيق الوساطة والنجاح بها مباشرة اتصل بألكسندر لوكاشينكو وشكره على ما قام به، لأن الموقف لم يكن سهلا على بعد 200 كيلومتر فاغنر فقط من موسكو. من يصدق هذا الأمر؟ هو الموقف الأخطر منذ عقدين بالنسبة لروسيا وحتى في تاريخ روسيا المعاصرة. وبالتالي وعلى هذا الأساس الاتفاق كان على أساس أن يفغيني بريغوجين يجب عليه أن يغادر روسيا إلى بيلاروسيا، وستسقط عنه التهم الجنائية الخيانة وغيرها التي وجهت له. أيضا قوات فاغنر في نفس الوقت يجب أن تتوقف من الزحف إلى موسكو ويجب أن تعود إلى معسكراتها، وسيتم إعفائهم والعفو العام لهم أو إسقاط كل التهم التي وجهت لهم، وبالتالي لا مشاكل أبدا في هذه القضية. وأيضا بعض الضمانات التي لم يتضح الكثير منها في حقيقة الأمر، وليس واضحا أن أساس تحرك يفغيني بريغوجين هي وزارة الدفاع الروسية، ومن أجل تغيير طبعا
وزير الدفاع الروسي شويغو أو حتى رئيس أركان الجيش الروسي وهو غراسيموف. ليس واضحا إذا ما كانت هنالك ضمانات في هذه المسألة جعلت يفغيني بريغوجين أن ينسحب بهذا الشكل وأن يذهب إلى بيلاروسيا. وطبعا الأمر يبدو بأن تم الاتفاق وانتهت هذه القضية، ولكننا يجب أن ننتبه أن القصة لم تنتهي، وهذا ما انتبهت له الأوساط الغربية. فبالنسبة ليفغيني بريغوجين وطبعا بوتين لم يتحدثا مع بعضهم البعض، وبوتين معروف بأنه لا يرحم أعدائه وهو لا يغفر أبدا لمسائل الخيانة، وهذه طبعا قضية هو كان قد تحدث بها في إحدى المقابلات الشهيرة له طبعا. وبالتالي بوتين قال بأن أي خائن لن أرحمه، لن أغفر له نهائيا في هذه المسألة، لا حديث مباشر هو وبريغوجين نهائيا. ليس واضحا ما الذي سيجري لقوات فاغنر، فالقوات التي لم تشارك في مسيرة العدالة التي تحدث عنها يفغيني بريغوجين ستوقع معهم وزارة الدفاع الروسية عقودا كما يريدون، والباقين الذين طبعا أعفوا عنهم ليس واضحا ما الذي سيحدث لهم، ليس هنالك قانونا واضحا في هذه القضية، لذلك الشد موجود في هذه المسألة. وطبعا يجب أن ننتبه بأن يفغيني بريغوجين بهذه العملية التي كانت تعتبر انقلابا من وجهة نظر بوتين وغيرها، إن هذا التحرك الذي قام به هو في حقيقة الأمر لاقى استحسانا من الناس الموجودين إن كانوا في روستوف أو المناطق التي تقدموا لها، وبأن يفغيني بريغوجين يشكل خطرا على بوتين في مسألة السمعة تحديدا. وإذا ما لاحظنا على سبيل المثال كيف أن الناس يرحبون بيفغيني بريغوجين ويلتقطون الصور معه بهذه الطريقة وهو يغادر روستوف إلى بيلاروسيا، يرحبون به بهذا الشكل. لاحظ الصور على سبيل المثال، التقاط الصور، كانوا سعداء جدا برؤيتهم لهذا الرجل كما ترون بهذا الشكل. وكذلك في نفس الوقت، وإذا ما اتجهنا إلى شاشة كبيرة لنلقي نظرة الآن على قضية الناس وهم يطلقون شعارات فاغنر فاغنر فاغنر، على الرغم من أن هذه القوات، ودعونا نستمع ونلقي نظرة على هذه الشعارات التي تطلقها هذه الجماهير الموجودة في روستوف وفي مناطق أخرى، هم طبعا يرحبون بفاغنر ولا كأنها قوات انقلابية نهائية قامت بتمرد أو انقلاب. نتذكر ما جرى في تركيا، نتذكر ما جرى في عدد من الدول الأخرى على سبيل المثال من انقلابات، عادة يلقون القبض عليهم، لا ترحب بهم الناس. الأمر هنا يأتي طبعا بالعكس تماما، وهذا ما انتبهت له CNN الأمريكية والتي تساءلت بهذا الشكل طبعا اليوم، لماذا الروس العاديون في الشارع يهتفون للناس الذين حاولوا القيام بانقلاب؟ هذا يعني أنهم ربما يدعمونهم أو يحبونهم، أيا كان الأمر فهذه أخبار سيئة حقا لبوتين. وأضافت أيضا بريغوجين لديه نوع من الدعم، فهو يمثل تهديدا لبوتين بغض النظر عن مكان وجوده. من الممكن أن نرى بريغوجين يقتل في بيلاروسيا، وهذه قضية خطيرة للغاية إن ما تمت تصفية بريغوجين، لأنه يهدد بوتين بشكل كبير. وطبعا بشكل عام مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية كانت لديه نظرة في هذه المسألة التي تحدثنا عنها، ووجدوا ببساطة بأن بوتين انتصر ولكن انتصاره كان منقوصا وظهره مكسورا، وهي ذكرت بهذا الشكل. طبعا المركز المهم ذكر وقال وسيظل مكسورا طالما بقي رئيسا أو حتى مواطنا ما بقي من حياته. هنالك شرخ قد تحقق في هذه القضية، ويجب أن نتذكر بأن بوتين قبل فترة قليلة، ليست بالطويلة أو ليست بالبعيدة عفوا، كنا أمام هجوما بطائرتين مسيرتين على مكان سكنه في الكرملين بهذا الشكل من قبل الأوكرانيين بحسب المعلومات الاستخبارية الأمريكية، وما نشر أن القوات الخاصة طبعا الأوكرانية هي التي نفذت هذه العمليات بهذا الشكل. بالتالي بوتين فجأة يتعرض إلى الكثير من المشاكل، إلى تحديات الآن ليست فقط من أوكرانيا والنيتو والغرب، ولكن التحدي قادم من الداخل الروسي. أين ستصل الأمور؟ لا أحد يدري، وننتظر طبعا بكل تأكيد ما تخبئه الأيام لنا من هذا الصراع الخطير للغاية.